في 10 أيام شب 4 حرائق في مدارس تعليم المنطقة الشرقية، كان آخرها أمس الاثنين حيث شب حريق بغرفة المعلمات في إحدى المدارس بالمنطقة، ما أدى إلى إخلاء المدرسة بالكامل دون إصابات أو أضرار. من جانبه صرح المتحدث الإعلامي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص في تصريحات صحفية تحديدا لصحيفة المدينة أن الحريق كان محدود وانحصر في غرفة خاصة لاستراحة المعلمات بإحدى المدارس العالمية، مشددا على أنه تم إخلاء الطالبات ومنسوبات المدرسة بنجاح وإبلاغ الدفاع المدني الذي أخمد الحريق دون وقوع إصابات أو أضرار. يعد الحادث هذا الحريق هو الرابع خلال 10 أيام في مدارس المنطقة، وذلك بعد نشوب حريق الأسبوع الماضي بحي المنار غرب الدمام، وبعدها حادثتين بمدرستين للبنات بالقطيف وسيهات، وتم إخلاء طالبات دون إصابات. ومن استديوهاتنا في المنطقة الشرقية الدمام تحديدا ينضم لي الكاتبة الصحفية الأستاذة سحر أبو شاهين. حياك الله أختي سحر. الله يسلمك. احنا نبغى نعرف الان وش اللي قاعد يصير. 10 ايام صار في 4 حرائق، معدل عالي جدا، وش اللي قاعد يصير؟ اولا اتمنى لكم السلامه ولنفسي ولكل الناس. عندما يقع حادث حريق في مدرسه، اذا جهه او فرد ممن يناط بهم حفظ السلامه واتخاذ جميع تدابيرها، وممن ناتمنهم على ارواح ابنائنا وبناتنا، قصر او اهمل او تقاعس عن اداء واجبه. صحيح ان تحديد الجهه المسؤوله او الشخص المسؤول عن نشوب الحريق لا يمكن اثباته الا بتحقيق، إلا أن الحرائق المتتالية التي نشبت هذا العام والذي قبله والذي قبله، وما يعني نجم عنها من نتائج ومن توصيات، يعطي الجهات المسؤولة صورة واضحة عن أين يكمن الخلل. ولكن ورغم ذلك ما زلنا نشهد حوادث حرائق متتالية، ونتمنى أن لا نسمع في الشهر والنصف المتبقية من العام الدراسي حوادث حريق أخرى. صحيح أن الحوادث التي حصلت لحد الآن لم تكن فيها إصابات، وهذا يعني نحمد الله عليه، ولكن هل ننتظر أن تقع إصابات؟ هل ننتظر أن تتكرر حوادث حريق حصلت من قبل وكان فيها يعني نتائج كارثية؟ لا أحد ينسى طبعا الحوادث ولا نريد استعادتها الآن. خلال تحضيري لهذه الحلقة تواصلت مع مديرات مدارس، معلمين، معلمات، تواصلت مع فرع جمعية مهندسي مكافحة الحرائق في المملكة مع رئيس الجمعية، ومن خلال ما أوصلوه لي يعني كونت صورة وجمعت نقاط عن ما يروا وما يعتقدوا أنه السبب خلف استمرار حدوث حرائق حتى الآن. أعطينا السبب. أولا التركيز في التدريب لحد الآن يتم على الإخلاء، ولا يوجد تدريب، يعني الإخلاء طبعا مهم، ولكن لا يوجد تدريب كافي على الإطفاء، لا يوجد تدريب كافي على استخدام أدوات مكافحة الحريق مثل الطفايات. مديرة مدرسة قالت لي أنها تقاعدت وهي لا تعلم كيف تستخدم طفاية حريق. مديرة مدرسة أخرى قالت بأن طفايات الحريق يفاجئوا في كثير من الأحيان أنها منتهية الصلاحية أو لا تعمل. أيضا بعض الأدوات الضرورية يعني ضرورية للسلامة كوجود كمية رمل كافية، خراطيم مياه، لا تكون متوفرة في جميع المدارس بالشكل الكافي. أيضا مخارج الطوارئ قد تكون أحيانا مغلقة، قد تكون مكدس خلفها بعض المواد والأدوات التي لا تحتاجها المدرسة، وهذا خطأ ويعيق استخدامها في حال لا سمح الله كان هناك حريق. أيضا التدريب على استخدام أدوات الإطفاء الحريق لا يتم بشكل أنه يدرب طاقم
جزء كبير من طاقم المدرسة أو حتى بعض الطلاب ممن يعني يمكن إيعاز هذه المهمة لهم، لا يتم تدريبهم، يعني يقتصر التدريب على المشرف، مشرف السلامة أو مشرفة السلامة، والتي أيضا لا تكون دائما مؤهلة بالدورات والتي تمنحها الكفاءة اللازمة وتمنحه الكفاءة اللازمة لنقل هذه الخبرة لأكبر عدد ممكن. السؤال أختي سحر، منسوبي الإدارة المدرسية والمعلمين والمعلمات، لا نعلم في يوم نشوب الحريق من سيكون حاضر ومن سيكون غائب، لذا من المصلحة أن يكون أكبر عدد أو أكبر عدد من أفراد أو الموجودين بالمدرسة من معلمين، بعض الطلاب، من الإدارة، من المديرة، يكونوا قادرين على التصرف ومدربين عليه وقت حدوث وقت حدوث الأزمة. طيب أختي سحر، بس إذا المباني المستأجرة، تسمحي لي أختي، بس وما أدراك المباني المستأجرة، هذه قصة أخرى. المباني المستأجرة، طيب أنا المباني المستأجرة بتكلم عن المباني المستأجرة أختي سحر، هي لتكون مبنى مدرسي ومرات ضيقة. سحر تسمعيني؟ تفضل أسمعك. إي أنا أتكلم عن المباني، هل المباني أصلاً اللي موجودة مؤهلة وتم الموافقة عليها من قبل الدفاع المدني أنه هذه المباني يعني ممكن الاستفادة منها، ولا التعليم فتحوا المدارس وبدون ما يأخذون أي رخصة من الدفاع المدني؟ أنا تواصلت اليوم مع جهات في الدفاع المدني بطريقة الخاصة، يعني بشكل غير رسمي، يعني لم يتطرقوا إلى هذه النقطة أن هناك مدارس افتتحت دون أن تمنح إذن من الدفاع المدني، ولكن صار في اجتماع اليوم ما بين يعني الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية وما بين إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، وخلصوا من خلال الاجتماع اللي يعني تناولوا في موضوع الحرائق إلى عدد من النتائج. قالوا إن يعني إشعال البخور وتزيين الفصل بمواد قابلة للاشتعال كالستائر وشموع والفلين يجب أمور يجب مراعاتها ويجب أيضا أن تستبعد. ذكروا أيضا ضرورة أن يتم الانتهاء من صيانة المدارس من قبل إدارة الهندسية التابعة لإدارة التعليم خلال العطلة الصيفية، يعني موسم العطلة الصيفية لا يجب أن ينتهي دون أن يكون الإشراف على جميع المدارس والتحقق من أنها مصانة انتهى. طيب أختي سحر، بس خليك معي، خليك معي معي المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية الأستاذ سعيد الباحص. حياك الله أستاذ سعيد. حياك الله، مساء الخير أستاذ عبد الله وللمشاهدين الكرام وللأخت الجميلة الأستاذة سحر. الحمد لله على السلامة أنك رديت علينا، ما بغيت ترد. لا بتواجه والله، يعطيك العافية. طيب عذرا على التأخير أستاذ عبد الله. ما صار شيء، الرقم هذا هل حرك التعليم 4 حرائق في 10 أيام؟ هل هذا حرك التعليم للبحث عن حلول في الفترة القادمة؟ طبعا لعلي اشير في البدايه حقيقه لاشكركم حقيقه على طرح هذا الموضوع المهم والذي يتحدث عن محور هام وهو محور السلامه، خاصه بسلامه المنشات التعليميه والتي بالدرجه الاولى يعني تنعكس يعني على اداء هذه المنظومه التعليميه داخل المدرسه. انا لعلي اشير هنا الى المحاور التي يمكن لعلي استمعت الى ما ذكرته الاستاذ سحر في موضوع اشتراطات السلامه وحصول الرخصه التي تمنح لكل منشاه تعليميه. هناك اشتراطات حقيقه لابد ان تنفذ من خلال لجنه مشكله سواء من البلديه وكذلك المديريه العامه للدفاع المدني، وبالتالي هذه اللجنه حقيقه من خلال الاقسام الهندسيه يتم العمل على الكشف على المدرسه بالكامل وبالتالي تمنح هذه الرخصه. لكن اشير الى موضوع الاجتماع الذي تم حقيقه اليوم مع مدير عام الدفاع المدني في حضور صاحب المدير عام التعليم الدكتور ناصر الشلعان وكذلك القطاعات المعنية سواء في السلامة داخل إدارة التعليم أو أيضا الدفاع المدني، فهناك 4 محاور حقيقة تم الحديث حولها بشكل مركز. أول موضوع التدريب على موضوع الإخلاء، أيضا على موضوع سلامة المنشآت وأيضا إعادة تقييم هذه المنشآت بشكل أو بآخر، أيضا البحث عن مصادر قد إذا كان هناك بعض مصادر التي تشكل خطر على المدرسة وعلى منسوبيها من الطلاب والطالبات وكذلك المعلمين والمعلمات، وبالتالي العمل للحد من أي يعني وقوع أي حالات لا قدر الله يعني قد تسبب حرائق أو خلاف. طيب أنا بس المحور الآخر وهو المحور الإعلامي. طيب الجانب الإعلامي الهام لإيراد المعلومة وتمريرها بشكل صحيح. طيب أستاذ سعيد، أنا بس أبغى أنه أتكلم بشيء عملي. التدريب، متى سيكون هناك تدريب للمعلمات والمعلمين
بينكم وبين الدفاع المدني. بدون هالكلام كامل يهمني لو تعطينا النقطة هذه في تاريخ. طيب استاذ عبد الله، نحن التدريب على مدار العام حقيقة، وبالتالي ننفذ خلال العام الواحد تقريبا اربع فرضيات تتم خلال العام. يعني في الفصل الدراسي الاول فرضيتين، وايضا في الفصل الدراسي الثاني يتم عمل فرضيتين. ايضا لدينا هناك تدريب واسع حقيقة وشامل، واليوم تم التركيز على هذا الجانب حقيقة مع الدفاع المدني، وبالتالي هم على اتم الاستعداد لوضع خطة للتدريب شاملة باذن الله للعمل على تدريب مصطفى. طيب. المدارس سواء المعلمين والمعلمات. خليك معي. وايضا حراس المدارس ايضا، وايضا سياتي الحفلات سيتم تدريبهم على خطط الاخلاء والانقاذ والابقاء. طيب سحر، اذا عندك اي سؤال للاستاذ سعيد. سؤالي للأستاذ سعيد، لماذا لا يكون هناك كما هناك تركيز على خطط الإخلاء، لماذا لا يكون هناك تركيز على ما قبل حدوث؟ يعني الإخلاء هي مرحلة بعد وقوع الحادث. صحيح. لدينا مراحل قبل وقوع الحادث، ما هي الاستعدادات السلامة لهذه المراحل؟ طيب. أقصد لها يعني لمرحلة رصد عوامل الخطورة قبل وقوع الحادث. طيب. يعني مثلا استخدام الأفياش الكهربائية ذات النوعية الرديئة أو المقلدة، الأحمال الكهربائية الزائدة، وصل الأجهزة يعني عدد كبير من الأجهزة ربما وتركها يعني تعمل لفترة طويلة. طيب خلي جاوبنا، خلي جاوبنا بس السحر مثل هذه الملاحظات. خلي جاوب. لو لاحظت المدرسة أن هناك عوامل خطورة تبلغ شموا رائحة، شافوا فيش بدأ يعني يذوب، يتم الإبلاغ عن. طيب. هذا الأمر. طيب ويتم الاستجابة بعد البلاغ بشكل سريع. طيب خلي جاوبنا يا سحر بس إذا معنا كمل. استخدام يعني وسائل المكافحة. طيب خلي جاوبنا بس يا سحر. خراطيم، لماذا لا يكون هناك تدريب يعني لأكبر عدد من سحر التعليم الموجودة بالمدرسة على هذه الجوانب ليس فقط على الإخلاء. طيب خلي جاوبنا بس أستاذ سعيد. التدريب ما قبل الحادث، لما نجي نقول احنا انه نطلع الطلاب هذا او الاخلاء هذا اخر شيء، لكن الاشياء اللي قبل هل هذا انتم ماخذينه بعين الاعتبار بالتعاون مع الدفاع المدني؟ طبعا اخي عبد الله، طبعا هذه اللجان المتخصصه سواء من خلال اداره الامن والسلامه تقوم بدورها في عمليه الكشف عن مواطن وعن المصادر التي قد تشكل خطوره حقيقه، وبالتالي يتم الكشف عليها من خلال استمارات ومن خلال مشرفي السلامه، لان كل مدرسه فيها لجنه تسمى لجنه الطوارئ والسلامه، وهي مكونه من 5 أعضاء. هؤلاء الاعضاء حقيقه مهمتهم الكشف عن المصادر التي تشكل خطر على المدرسه، وبالتالي يكون هناك قسم الامن والسلامه يقوم بجولات على هذه المدارس، ايضا يتم ايضا اشعار قادة المدارس لأن هناك بعض الاستخدامات، إذا كان هناك استخدامات خاطئة، وبالتالي حتى نعترف أن هناك للأسف الشديد قد يكون بعض الاستخدامات الخاطئة، أن يكون هناك أحمال يعني للكهرباء بشكل ضائع. أنا حريصين والله أستاذ سعيد. وبالتالي هذه تعتبر مصادر حقيقة. يعني تشكل خطورة، وبالتالي يتم العمل معها بحزم. طيب. حقيقة ومنعها حتى لا تشكل خطورة على المدرسة وعلى مستخدميها. طيب انا شاكر لزميلتي سحر ابو شاهين من الدمام، وايضا شاكرين لكم استاذ سعيد الباحص. الله يسمعنا علما زين الفتره الجايه عن هذه المدارس، وان شاء الله انه اموركم الى خير باذن الله.